أنا بقى جالي المرض اللي ناس كتيرة قوي بيخافوا منه، وأنا شخصيا مسميه البعبع، لأنه بيشوفوا إنه ملوش مخرج وملوش علاج، اللي هو الكانسر. سوري معلش بتأثر شوية بس لما بفتكر. وزي أي يوم عادي من أيام ربنا، لقيت الكانسر كده جاي ماشي في حياتي، وزي ما يكون بيقول لي هاي ياسمين، أنا جاي في الوقت ده بالذات عشان عايز أعلمك حاجة. والغريبة بقى إن اليوم اللي اتأكد لي فيه إن أنا عندي كانسر كان هو نفس اليوم اللي دخلت عشان أعمل فيه العملية. بمعنى تاني، I knew that I had cancer and 2 hours later I was in the surgery room. إزاي؟ مش عادي قوي إن حد يقدر يعمل ده، بس اللي حصل إنه الدكتور قال لي انت عندك كانسر فعلا، فيا ندخل نعمل عمليه دلوقتي ونشيل التيومر ده ونرتاح من القصه دي، يا تاخدي وقتك وتفكري، بس ساعتها هيكون الريسك على حياتك اكتر بكتير. فقررت ادخل اعمل عمليه، وزي ما كلكم ممكن تتخيلوا معايا احساس الواحد بيبقى عامل ازاي في لحظه زي دي. خوف، قلق، رعب، اكتر حاجه، اقل كلمه ممكن توصف الاحساس. وكان التفكير اللي مسيطر على دماغي زي معظم تقريبا الناس انه cancer is equals to death. فعشت بقى في المود ده شويه حلوين، هموت بقى، ومسكت السبحه وقعدت في بيتي وانا بقى عايزه مش عارفه اعمل ايه عشان قبل ما اموت اجهز نفسي بقى عشان اموت، مش عايزه اكلم حد، مش عايزه اشوف حد. بس هتصدقوني لو قلت لكم انه بالظبط فضلت كده شهر، بعدين قررت افوق واشوف انه اكيد حصل لي كده عشان سبب معين، وكنت متحمسه قوي اعرف ايه هو السبب ده. فضلت ادور كتير، رحت اللايف كوتش، ومن هنا بدأت حياتي تتغير. بدأ يخليني أغير my thoughts، النيجاتيف نحوله positive، and my whole life started to change. فاللي عايزة أقوله إنه زي أي مشكلة بنعدي بيها في حياتنا بتجيلنا في وقت معين عشان سبب. أنا شخصياً بشوف إن المشاكل بتدينا فرصة إننا نعيش مرتين. هتقولوا عليا مجنونة، يعني إيه مشاكل هتخلينا نعيش مرتين؟ تعالوا فكروا معايا كده بالراحة شوية، إحنا قبل المشكلة ما بتحصل لنا بنبقى شخص، وبعد المشكلة بنبقى شخص تاني خالص، وبنكتشف حاجات في نفسنا وفي كل الناس اللي حوالينا جديدة إحنا نفسنا ما كناش نعرفها. تعالوا خدكم شويه للحته الدارك اللي انا اخترت اني ما اتكلمش عنها كتير او not to share it حتى على السوشيال ميديا مع الناس. البين والوجع الانبيربل اللي عديت بيه الفتره اللي فاتت، بين من كل حاجه، فيزيكلي، منتلي، شعر بيقع قدامي، sleepless nights، ناس بتتغير وبتبعد وناس كانت بعيدة بتقرب. فكان نفسي أغير كل الحاجات دي، بس كنت متأكدة إنه زي أي حد صعب نغير كل حاجة في نفس الوقت، فقلت هختار حاجة واحدة منهم عشان أغيرها. فقررت أغير إني أعرف أنام أحسن، حوار sleepless nights. فتاني وجود اللايف كوتش في حياتي، وجد وجوده كان مهم قوي، قال لي اعمل حاجه اسمها affirmations. يعني ايه affirmations؟ يعني جمل كلها حاجات positive اسمعها كل يوم بالليل قبل ما انام
عشان تريحني وتهديني وتخليني اتغلب على اي حاجه. فنجحت في ده وعرفت اغيره وبقيت بنام احسن. فلا عايزه اقوله انه لما بنقرر اننا عايزين نغير حاجه فعلا بنعرف نغيرها. طيب اخدكم بقى دلوقتي للقطر بتاع رحلتي زي ما انا بسميه. To a new page, صفحة جديدة. And a different level of depth. لاكتشاف نفسي عن طريق الكانسر. أو أي حد فينا ممكن يعدي بأي مشكلة، صدقوني بنكتشف حاجة جديدة في نفسنا. ليه المشكلة؟ تعالوا نبص عليها بأنجل مختلفة شوية. ليه ما تكونش المشكلة اللي حصلت لنا في حياتنا دي تكون هي بداية النجاح، بداية صفحة جديدة؟ فاحنا مش المفروض نخاف من المشاكل، ده احنا بالعكس المفروض نحبها. انا جالي وقت بجد قلت للكانسر I love you، لان المشاكل دي بتبقى زي مفتاح جاي لنا بيدينا مفتاح لبيبان كتيرة قوي تتفتح قدامنا عشان تساعدنا مش عشان تدمرنا. واحد من البيبان دي اللي انا اكتشفته مؤخرا في نفسي يا جماعه، وكان بالصدفه جدا it wasn't planned خالص، ان انا بعرف امثل غالبا يعني. ثانك يو. انا مثلت في رمضان اللي فات في مسلسل حلاوه الدنيا. انا هبه اللي خلعت الباروكه في مشهد من مشاهد وخضت مصر كلها. تعالوا نشوف حته من المشهد ده مع بعض عشان نفتكر. حاجه لله، ربنا يسهلك يعني. حاجه لله يا خلاص يا سيدي، خلاص بقى معلش بقى. حاجه لله برضو معلش. لا انت مجنونه. لا 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 انا مش مصدقك يا هبه. يا نهارك ابيض. Thank you. في ناس افتكروا ان انا حلقت شعري مخصوص عشان الدور ده، وفي ناس تانية افتكروا انه ده very professional makeup، والاتنين بيحصلوا على فكرة، بس الحقيقة انه ده كان شكلي بجد وقتها. انا فعلا ما كانش عندي شعر، كان شعري بقى. انا بدأت تصوير وانا لسه بتعالج ولسه باخد كيمو. مش هنسى يوم مساعد المخرج كان بيقول لي على الديت عشان التصوير، اول يوم تصوير، فقلت له ان انا قبلها بيوم عندي كيمو. قال لي خلاص ناجل وكده. قلت له لا انا هاجي. قررت to challenge myself واروح اصور تاني يوم جلسه الكيمو بتاعتي، وده كان اول يوم تصوير ليا. وباي ذا واي المشهد اللي شفناه ده كان اول مشهد اصوره في المسلسل. ازاي عرفت امثل؟ انا عمري ما مثلت، بقول لكم يعني كنت بتكسف اتكلم قدام الناس اصلا، فانا كنت فاكره نفسي انسانه بتتكسف بقى وما اقدرش وايه ده وازاي هعمل كده. طيب في حاجه اسمها workshops وتجهيزات للتمثيل وكده، ما كانش عندي وقت اعمل ده، كان لازم نبدا تصوير على طول. فقررت اني اساعد نفسي بنفسي. فعملت ايه؟ affirmations تاني، بس المره دي كانت بصوتي انا، بكلامي مش حاجات بسمعها متسجله. سجلت بصوتي affirmations زي I'm a very good actress، I'm a very confident actress. I'm very comfortable and relaxing at all times. ده example من الحاجات اللي كنت بقولها لنفسي. وفضلت اسمعها وانا صاحية وانا نايمة.
ازاي؟ لانه مش بس الكونشس مايند بتاعنا واحنا صاحيين اللي بيسمع لكلامنا، لا ده واحنا نايمين السب كونشس مايند هو اللي بيسمع وبيسجل كل حاجه. فجسمي صدق ان انا كده فبقيت كده. يا رب اكون اقنعتكم انتوا كمان. وبين يوم وليله بقيت كمان انفلونسر، مش عارفه ازاي يعني، اي ديدنت بلان لاي حاجه من دي. وبداوا الناس واولهم جوزي اللي كان عامل مهمه قوي في حياتي ووقف جنبي وخلاني زي ما انتم شايفيني دلوقتي، هو ومامتي. بدا يسميني وندر وومن، والناس كلها بدات تسميني وندر وومن. ومن هنا بدات the series of my hashtags. بدات اعمل set of hashtags كده، كنت بحطها على كل البوستس او الصور اللي بنزلها على السوشيال ميديا حتى من قبل المسلسل، زي هاشتاج always wear your smile, my cancer diaries, wonder woman, support بهية, donate to بهية، لانه كان one of my main aims ان انا عايزه اساعد الناس. عملت awareness campaigns جديد كتيره، وعملت انترفيوز في التلفزيون لغايه ما كانوا الناس هيبداوا يزهقوا مني غالبا. ومن هنا اختاروني بهية عشان اكون سفيره ليهم. وبعدها اختارني محمد مشيش منتج مسلسل حلاوه الدنيا عشان اكون معاهم في المسلسل. فاللي عايزه اقوله انه بجد كل ده على فكره It wasn't part of my plan. خالص. ما كنتش مخططة لأي حاجة من الإنجازات اللي أنا عملتها دي في الوقت الصغير ده. فاللي عايزة أقوله يا جماعة إنه It's never too late to change your life. Especially when you think that it's coming to an end. Sometimes those endings are just a beginning to a new life and a turning point. فعشان ما أطولش عليكم، أنا رسالتي دلوقتي في الحياة، أنا بشوف إن الحياة عبارة عن مواقف واختبارات، ساعات بتبقى صعبة وساعات بتبقى سهلة. إحنا اللي بنسوقها وبناخدها نركنها في الحتة اللي إحنا عايزينها. فما نخافش ونتأكد إن كل حاجة بتحصل لنا لسبب، وإنه في سبب أكبر بكتير قوي لوجودنا في الحياة دي. Thank you.